السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام. في فيديو النهاردة هنتعرف على كيفية نقل الويندوز من الجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب بتاعنا بالبرامج بتاعته بكل حاجة موجودة في الويندوز بتاعنا لأي هارد آخر بطريقة سهلة ومبسطة جدا جدا وبواسطة أداة صغيرة جدا. طيب مش عايز اطول عليكم كتير وهنبدا مع بعض نتوجه لشرحنا العملي. طبعا هنبدا نشتغل على الهارد بتاعنا اللي هننقل عليه الويندوز. لو موجود عليه اي ملفات حاول ان انت تحتفظ بيه نسخه من الملفات دي لو انت محتاجها، لان الهارد بتاعنا ده هيتفرمط. طيب الحاجه الثانيه طبعا هنحتاج للوصله دي، والوصله دي ممكن تلاقيها موجوده في اي متجر خاص باكسسوارات الجهاز الكمبيوتر او اللابتوب. هنبدا مع بعض كده نركب الهارد بتاعنا في الوصله دي، بعد كده هنبدا نوصل الهارد بتاعنا على اللابتوب او الجهاز الكمبيوتر اللي احنا هناخد منه الويندوز للهارد الجديد. زي ما حضراتكم شايفين الهارد بدا يظهر معانا بالشكل ده. بعد كده هنبدا نتوجه للموقع الخاص بالاداه اللي احنا من خلالها هنقدر ننقل الويندوز بتاعنا للهارد الجديد. ودلوقتي طبعا هتلاقين سايب لك رابط تحميل البرنامج اللي احنا هنشتغل بيه النهارده اسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. هتضغط على الرابط هيفتح معاك الموقع الرسمي للبرنامج، تقدر تحمل البرنامج بشكل مجاني، ولكن طبعا خلينا نتجه للخطط المدفوعه داخل البرنامج. تمام، زي ما حضراتكم شايفين تقدر تستخدم البرنامج بكامل صلاحياته لمده شهر على عدد 2 من الاجهزه ب $4.99. تقدر تستخدمه بكامل مميزاته لمده عام على عدد 2 من الاجهزه ب $45.95. كمان تقدر تستخدم البرنامج بشكل احترافي بكامل مميزاته على عدد 3 اجهزه ب $49.95. طبعا كود الخصم هتلاقيني برضو سايبه لك اسفل الفيديو في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. هنرجع خطوه للخلف، بعد كده هنضغط على تحميل البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين البرنامج حجمه صغير جدا، اتحمل عندنا بسرعه. بعد كده هنضغط على عرض المجلد، هيفتح لنا المجلد بالشكل ده، هنلاقي البرنامج عندنا، هنضغط عليه دبل كليك ضغطتين بشكل متتالي. بعد كده تظهر لنا رساله، هنضغط على يس وهنتبع خطوات او ارشادات التثبيت. طبعا هنا هختار لغه البرنامج. تمام، هختار عندي هنا اللغه العربيه، بعد كده هضغط على اوك، التالي التالي، بعد كده هضغط على يس وهنتظر لحد ما البرنامج يتثبت معايا. تمام، وزي ما حضراتكم شايفين البرنامج اتثبت معايا، بعد كده هبدا اضغط على انهاء، هيبدا البرنامج يفتح معايا بالشكل ده للمره الاولى. زي ما حضراتكم شايفين ظهرت معايا الواجهه دي. اتاكد طبعا ان انت مركب الهارد بتاعك التاني على الجهاز بقى عن طريق كابلات الساتا لو انت بتستخدم بي سي عادي، او عن طريق كابل اليو اس بي زي ما احنا شفنا كده في اول الفيديو. بعد كده هبدا اضغط على بدايه. زي ما حضراتكم شايفين هنا بيقول لك هنا القرص المصدر اللي هو القرص الاساسي او الهارد الاساسي بتاعك، تمام، موجود عندنا بالشكل ده. وهنا بيقول لك جاري او الرجاء تحديد القرص الهدف، يعني القرص او الهارد اللي انت هتنقل عليه الويندوز بتاعك، يعني ده الهارد الاساسي وده الهارد اللي احنا هننقل عليه الويندوز بتاعنا. لو انت عندك اكتر من هارد هتلاقي الهاردات دي كلها ظاهره عندك هنا بالاسفل، ولكن طبعا انا مركب هارد واحد مع الهارد الاساسي فهضغط عليه بالشكل ده او احدده بالشكل ده. بعد كده هبدا اضغط على متابعه. طيب حاجه مهمه جدا قبل ما نضغط على بدايه او قبل ما نضغط على متابعه ونبدا ننقل الويندوز بتاعنا، ان لو في عندك اي بيانات على الهارد ده او اي داتا على الهارد ده، الداتا دي هتتحذف لان الهارد هيتعمل له فورمات. تمام، فلو عندك اي بيانات او عندك اي داتا موجوده على الهارد حاول تنقلها على اي هارد اخر او على فلاشه او على اي وحده تخزين عندك ثانيه، وبعد كده تقدر ترجعها مره ثانيه للهارد بتاعك. خلاص يبقى انا مفيش عندي داتا هنا. بعد كده هبدا اضغط على بدايه، هيقول لي هنا سيتم تهيئه الكورس بتاعك، هقول له تاكيد. بعد كده هبدا اضغط على بدايه مره ثانيه وهنتظر لحد ما يتم نقل الويندوز بتاعي للهارد الجديد. تمام، وزي ما حضراتكم شايفين المفروض كده انتهى وبدا يكتب معانا هنا كلمه نهايه. هنضغط على كلمه نهايه بالشكل ده وبعد كده هنبدا نوقف البرنامج خالص او نقفل البرنامج خالص. لو بعت لنا رسائل فورمات لاي بارتيشن عندنا اقفل الرساله خالص، ما تعملش فورمات، لانك لو عملت فورمات يبقى انت كده لغيت كل اللي انت عملته. تمام، ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدا نشيل الكابل بتاعنا خالص ونشيل كمان الهارد من الكابل بتاعنا. تمام، وهنبدا نقفل الجهاز الكمبيوتر بتاعنا خالص. بعد ما الجهاز هيقفل معانا طبعا هنبدا نفتح الجهاز بتاعنا. بالشكل ده.
هنبدأ نشيل الهارد اللي موجود معانا في اللاب، هارد اللي متركب معانا هارد SSD M.2، وهنبدأ نركب الهارد اللي احنا نقلنا عليه الويندوز بتاعنا، وهنبدأ نقفل اللاب بتاعنا مرة تانية. ودلوقتي هنبدأ نفتح اللاب بتاعنا. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين قدرنا ننقل الويندوز للهارد الجديد بدون خسارة تفعيل الويندوز او بدون خسارة البرامج اللي كانت موجودة على الويندوز القديمة كلها، برضو بتفعيلاتها بكل حاجة كانت موجودة فيها، بالمتصفح بتاعك بكل بياناتك ومعلوماتك. كمان تقدر تنزل اسفل الفيديو هتلاقي شرح لكيفية تقسيم الهارد ديسك بتاعك بدون خسارة الويندوز. يعني احنا زي ما احنا اتفقنا كده هنلاقي ان الهارد بتاعنا اتقسم لبارتيشن واحد اللي هو بارتيشن السي، بقى تقدر تقسم بارتيشن السي ده لاكتر من بارتيشن عن طريق الفيديوهات اللي هتلاقيها موجوده اسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. كده نبقى انتهينا من فيديو شرح النهارده، اتمنى تكون استفدت معانا. لو استفدت معانا ما تبخلش علينا بلايك للفيديو وتعليق تحفيزي اسفل الفيديو. لو لسه مش مشترك معانا في القناه وحابب تستفاد معانا وتشوفنا مره ثانيه، انزل اسفل الفيديو اضغط اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، اتاكد من تفعيلك لكل الاشارات ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا مع فيديو شرح جديد إن شاء الله.